عودة إلى الفقرة الثانية من برنامج شبكة أمان، وبيسرني أن استقبل الآنسة جوليا سمعان من ميشن فيليج. أهلا وسهلا فيك جوليا. مرسي. جوليا، قبل ما نبلش لفت لي نظري اللوجو يلي عم تستعمله، ورح أقوله بالإنجليش: help people help themselves out of their homelessness. ياريت بتفسري لنا شو هو هالقول وليه أخدتوه. اوكي، نحن اول شيء قررنا ننقي مش help people out of homelessness، help people help themselves، لانه هدفنا غير انه نأمن الاشياء الاساسيه للاشخاص اللي هن بركي اكل، سقف، بيت يقعدوا انه يقدروا يتدفوا فيه. خلينا نترجمه بالعربي: help people help themselves يعني ساعد الاشخاص حتى يساعدوا حالهم. مزبوط. يعني الهدف هو نحن عنا انه من انه بنسعى نوصل له، هو انه الاشخاص اللي عندنا مش بس انه مثل ما كنت عم بقول لك انه يكون عندهم سقف او اكل او هيك، هول الاشياء اساسيه اكيد مهمين، بس نحن الهدف الاساسي لنا انه هالاشخاص يرجعوا هن يشتغلوا على حالهم، يرجعوا يحسوا حالهم هن بارت من هال انه من هالمجتمع، وهن يقدروا يرجعوا يساعدوا حالهم يرجعوا ينطلقوا بالمجتمع. يعني ما يكون مثل انه بس عم يجوا ويناموا وانه يرجعوا ياكلوا، يعني يكون بالعكس عم يتنموا كأشخاص، عم يرجعوا يكون عندهم ثقتهم بحالهم. صحيح. Out of their homelessness. Homelessness يعني الأشخاص يلي بلا بيت، يلي محطوطين على الطرقات. يعني حضرتكم فسري لي شوية بالميشن فيليج مين بتختاروا لحتى تساعدوا. أوكي. هلا أكيد الأولوية للعالم يلي عايشين عن جد بلا، ما عندهم سقف، ما عندهم شيء على الطرقات، يلي هالشي العالم ما مش كلهم بيعرفوه بلبنان، بس في كتير، في عدد كتير من العالم، خصوصا هلا من بعد كل هالاحداث اللي صارت، من بعد هول الشهرين ثلاثه هالازمه، عن جد كثير زاد العالم، يعني من العالم اللي عم بيدقوا لنا، اللي عم بيجربوا يتواصلوا معنا، لانه ما بقى عندهم محل يقعدوا فيه او مش قادرين بقى يدفعوا الاجار او هيك. كيف عرفوا فيكم؟ حضرتكم منكم جداد، حضرتكم قد ايه صار لكم تاسستوا؟ نحن قلنا شيء 5 سنين تاسسنا ان جي او رسميه. مزبوط. اوكي. هو اكثر صار لنا 8 سنين مؤسسين، بس من 5 سنين رجعنا عملنا مثل ريستراكتشرينج لاشياء بالان جي او، وصار لنا من 5 سنين نشتغل على الارض. هدفكم انه تعمروا، بتصور. خبرينا شوي عن قصه العمار. اوكي. نحن اول شيء بلشنا نعمر بغدراس، الوقف تبع المطرانيه، عطونا هونيك شقفه ارض بغدراس. يا ريت منشوف شويه صور هلا كمان. ايه اوكي. وبلشنا نشتغل هونيك، بس هو مشروع كثير كبير وبده كثير فاندينج ومصاري. فان باراليل رئيس البلديه تبع الدكوينه انطوان شختوره، اللي كثير عن جد عم بيساعدنا بهالفتره، بنوجه له شكر. مزبوط. اعطينا حب المشروع تبعنا وسمح لنا نعمر فوق الديبو تبعهم ببلديه الدكوينه، وبلشنا نعمر من 3 سنين، صرنا 3 سنين عم نعمر. مين عم بعمر؟ انتو كاشخاص؟ لان عم شوف شباب وصبايا. هلا نحن كل شيء اللي نحن كفولنتيرز وكنحن قادرين نعمله بنجرب نحن نعمله، والاشياء اللي نحن مش انه بدهم حدا بروفيسيونال وما بنقدر نعملهم اكيد بنجيب انه حدا بروفيسيونال. هل صار جاهز مركز الدكوينه؟ تقريبا، يعني بعد في بعدنا دفشه صغيره يخلص ونقدر نستقبل. فيك توجهي اليوم مساج شو اللي عايزينه من خلال شبكه امان؟ يعني ما بعرف دواء للطرش ولا فرش، شو اللي عايزينه اليوم؟ نحن تقريبا كل شيء بتون، كل شيء خلصنا، كل شيء عمار، هلا صرنا باخر مراحل، يعني عنا هلا عم ندهن، عنا كل شيء بلوت، وعنا كمان اخر شيء كل شيء فرش. يعني هيدا المطلوب اليوم. خلينا نشوف فيديو صغير حتى نعرف عنكم.
اذا خبرينا شويه هيدا الفيديو عن مركز الدكوينه. مزبوط. هيدا عملناه من شي سنه او اكثر شوي، كنا عايزين فولنتيرز على الارض وكنا عايزين دونيشنز مصاري كنا تنقدر نكفي بمشروعنا. نحن عم نعمر عم اهلنا شوي شوي لانه قد ما عم يكون عم بيقدر يجينا مصاري تنعمر. وخلقتوا هالفيديو لحتى تعملوا فند ريزنج؟ It's for three causes. يعني اول شيء we needed volunteers يعني يجوا على الارض يساعدونا، مثل ما شفتها بالصور انه بنحب انه يكونوا انفولفد انه هن يدهنوا او هن بحيال الشيء. حتى بالخفان في كثير فولنتيرز اجوا ساعدونا بحيطان الخفان بفخواتنا للكهرباء، هو كلهم اشياء يلي الفولنتيرز عملوهم. رائع. It was a very nice experience. اكيد هيدا نوع من العطاء، عطاء الوقت، عطاء المهارات. اللي حلو انه منه مأوى للعجز صراحه. خبرينا شوي هون اكثر. نحن الهدف انه بس الله راد يخلص المركز وكل شيء، رح نعمل مثل اتوليات للعالم، ورشات عمل. مزبوط. يلي هن بيكونوا باشياء يلي مش عايزين يكون عندهم شهاده يشتغلوا فيهم، يعني خياطه، نجاره، بالجنينه يشتغلوا، حيالله شيء من هول الاشياء. تهنا يقدروا انه اذا بدك انه يكون يصير المشروع eventually self sustainable، يعني هو عم بيقوي حاله المشروع، يعني ما نقدر بعدين ما نضطر نعوز. يعني هون بيطبق عليكم القول يلي بيقول اذا بتحس بوجعك يعني انت عايش، بس اذا بتحس بوجع غيرك يعني انت انسان. يمكن عم بتأنسنوا الانسان، يمكن هالشخص عم بتخلوه يطلع من وحدته، يطلع من عزلته، وترجعوا تعطوه ثقه بالحياه من خلال انه انا عايزك. يمكن يزرع، يمكن يطرش، يمكن ما بعرف. انت مهم، انه هو مهم، بيساعد. وجودك مهم. مزبوط. يعني عم بتحاربوا الياس كمان. مزبوط. وهيدا شيء رائع جدا جدا. جوليا عم نشوف صور كمان عم بتروحوا على الطريق، عم بتساعدوا، عم بتطعموا ناس. خبرينا شوي هون، هل يا ترى عايزين كمان اشخاص، وشو عم تعملوا بهالموضوع هيدا؟ مزبوط. نحن تقريبا كل جمعه بنلتقى نحن والفولنتيرز تبعنا، بنحضر عشاء سوا، يعني بنطبخه او انه بنلف او شو ما كان العشاء، وبنروح على الطرقات وعلى البيوت. مثل ما كنت عم بقول لك انه في عالم متروكين بالبيوت، وبناخذ هالعشاء ونتعشى معهم ونقعد معهم. واهم شيء بالنسبه لهم، يعني في منهم قديش بيكونوا عايزين هالاكل، ما بينبسطوا غير بالقعده، يعني انه يقضوا وقت، حدا يسمع لهم اخبارهم، حدا يقضي وقت معهم بوجودكم كلنا سوا بهالجمعه المحبه. وهون بتعوزوا اشخاص فولونتيرز يساعدوكم، عالم تطبخ. اكيد دائما عايزين، يعني كل جمعه نحن تقريبا بنروح، واكسبيرينس عن جد حتى للفولنتيرز كثير حلوه. يعني كيف ممكن يتواصلوا معكم إيه الاشخاص يلي بده يساعدوكم؟ اوكي، نحن وي هاف ان انستغرام بيج، عندنا بيج على انستغرام وعندنا بيج على فيسبوك، فبحيالله طريقه فيهم يتواصلوا معنا. اذا المساج صار واضح، المساج وصل لكل اللي عم يسمعونا اليوم، ان كان عبر اليوتيوب، الانستغرام، الفيسبوك او اللايف ستريم. ومنوجه كمان لكل المغتربين اللبنانية صرخة لحتى تقدروا تمدوا ايدكم، لأنه بالنتيجة نحن بدنا نخلق شبكة الأمان بلبنان وبرات لبنان لحتى كلنا نقدر نتخطى هالأزمة ونوصل إلى بر الأمان. شكرا لك جوليا سمعان، الله يقويكم ويبارككم. وبننتقل للفقرة الأخيرة اللي هي كلمة الرجاء. بتقول المار تريزا، الفقر الأكبر والأفظع هو الشعور بالوحدة وبأنك غير محبوب. The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved. شو صعب إنه نوصل لهالشعور يلي بيدمرنا وبيأسنا. بس الرب أعطانا وصية مهمة، قالنا أحبوا بعضكم بعضا وأحب قريبك مثل نفسك. خلينا نسأل حالنا اليوم، مين قريبي؟ كيف عم بقدر حبه؟ ويمكن هلأ عم بتجاوبه، أنا كيف بدي أقدر حبه؟ كيف بدي أقدر ساعده؟ وأنا مثلي مثله، عايز وتعبان. كلمة الرجاء بتقلك اليوم، بيكفي إنك تشفك إيدك بإيد الرب وتسعى لعمل الخير، والرب رح يساعدك. لا تعتمد على نفسك، بل اجعل في الله رجاءك. اعمل فيما وسعك، والله يعضد حسن نيتك. والله معكم.